اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، مباشره الى شاشه الاهلي في البونديال، ونبدا مع احمد وكريم وهيقولوا لنا طبعا، او خلينا نبدا كابتن هاني بعد اذنك، نبدا برضو مع احمد وكريم وتشكيل اتحاد جده. نبدا الاول بتشكيل اتحاد جده. يمكن المدرب الارجنتيني مارسيلو جالاردو دايما في المباريات الاخيره بيعتمد على 4-3-3، 3 في وسط الملعب بتدي له نوع من التامين. هنستعرض في حراسه المرمى مارسيلو جروح اللي هو البرازيلي عنده 36 سنه، الباك اليمين مهند الشنقيطي، الاثنين المساكين احمد حجازي وحسن قادش، زكريا الهساوي ده الباك الشمال، والاثنين الباكين دول نعلم عليهم دايره كده لانهم ممتازين جدا على المستوى الهجومي، لكن عندهم مشاكل في التغطيه العكسيه الدفاعيه. فابينيو هو اللي بيلعب 6 قدامهم اللي هو اللعيب البرازيلي، كانتي بيبقى 8 بيروح ناحيه اليمين وبيمارس واحد من اهم اللعيبه اللي ليها دور مهم جدا في استعاده الكره الثانيه والضغط العالي في اتحاد جده. فيصل الغمدي ده اللعيب الشاب المدرب بدا يعتمد عليه في المباريات الاخيره في وسط الملعب. الثلاثه اللي قدام رومارينيو وكورنادو، الكورنادو ورومارينيو الاثنين دول برازيليين، طالما لعيب برازيليين وفوق ال 30 سنه هتلاقيهم لعيبه مهاريه ولعيبه كويسه جدا، لكن برضو نعمل عليهم دايره ان هم الارتداد الدفاعي بتاعهم مش بنفس قوه الهجوم، عشان كده هو يمكن المدرب فكر يلعب بثلاثه ارتكاز عشان يدي اتنين حمايه للجناحين ان هم في الادوار الدفاعيه. الارتكاز برضو في منهم اتنين ما بيجروش كتير يعني انا بشوف ان فابينيو يعني وقدام كريم بنزيما طبعا راس الحربه. هاخد بس الحالات يا كريم اللي هي نبص بس على فكره الضغط بتاعهم، منظومه الضغط عشان نبين بس التشكيل بتاعهم. يعني هم دايما اسلوب لعبهم الضغط العالي، هل هم هيبداوا قدام النادي الاهلي بالضغط العالي ده؟ هو ده السؤال، يعني هم بيضغطوا دايما ضغط عالي، ممكن جدا مباراه النادي الاهلي يعمل نفس القصه من اول مباراه. هم ما بداوش في مباريات، انا متابع جيد للاتحاد جده، في مباريات ما لعبوهاش بضغط عالي، المباريات الكبيره كلها تقريبا لعبوا تلتين ملعب ممكن؟ من تحت يعني شويه على الدايره كده كتير. من على الدايره وقبل الدايره كمان قبل الدايره. بس هم كانوا بيلعبوا 4-2-3-1، تغيير المدرب ل 4-3-3، المدرب الجديد لما جه لعب بثلاثه في وسط الملعب. بص حضرتك الضغط هنا، هم دي في مباراه اوكلاند احنا جايبينها بس بنشوف طريقه الضغط بتاعتهم عامله ازاي او فكر المدرب بتاعهم ازاي. الوقت بنزيما بيروح على المساك، وكورنيدو او رومارينيو بيروح على المساك الثاني، وشوف كانتي فين، كانتي وفابينيو هو اللي بيغطي الحته دي، كانتي دايما بيزيد. فانت النهارده الفرقه دي لو طبقت عليك تحديدا في اول ربع ساعه عشان يستغلوا الحماس الجماهيري الموجود عندهم، لو طبقوا عليك الضغط العالي ده، اهم حاجه تطلع بالكوره من تحت صح. ازاي هتطلع صح؟ طبعا على الاعتماد ان الشناوي لازم يكون له دور مهم جدا في تحضير الهجمه، ان انت تعمل لهم اثاره في الضغط من عن طريق الشناوي، ان الكره تروح للشناوي فيبدا يسحب واحد مع بنزيما قدام، يبقى انت فضيت مساحه تقدر ان انت ترمي الكوره في الزون 14 اللي هي المساحه اللي هي نقطه ضعفهم، اللي هي المساحه اللي ورا ارتكاز دي، مهمه جدا جدا جدا. حذاري من الضغط العالي المنظم، لان انا شفت ان الضغط بتاعهم منظم بس بيأثر عليهم بدنيا كتير، في نهايه الشوط الاول تحديدا بيقعوا وفي الشوط الثاني. هات بقى الصور كده نكمل نفس الشكل. بصوا هنا يا كباتن، هنا 7 لعيبه كريم وكابتن هاني يا كابتن اسلام، 7 لعيبه فين؟ في الثلث الاخير من الملعب قدام اوكلاند طبعا في الدقيقه 32 بما فيهم بنزيما. فده انت لو قدرت تطلع بالكوره ايوه برافو عليك بشكل كويس في المساحه اللي في ظهرهم، يعني كانتي تحديدا انا بشوف ان كانتي اهم واحد في استعاده الكره الثانيه عندهم، دايما بيضغط. فانت لو طلعت بالكوره بشكل كويس في المساحات اللي ورا الظهيرين وفي المساحات اللي في العمق، دي مفتاح الفوز. مفتاح الفوز ان انا اقف بشكل كويس، اقدر ان انا اتعامل مع الضغط العالي اللي طبقوه ده بشكل كويس، اهاجم في المساحه اللي ورا كانتي واللي ورا الظاهرين. كمل برضو شوف صوره للضغط تاني. هنا برضو ايه، هنا بنزيما رايح مع المساك، كانتي رايح فين؟ فابينيو هو اللي ايه رايح، المفروض فابينيو ده 6 بيتحرك هنا بيزق بيعمل ضغط عالي، فاللي هو مهند فيصل الغامدي اللي هو رقم 16 لعيب الارتكاز رجع غطى ما بين فابينيو. فالواضح ان هم بتتحول ل 4-1-4-1، يعني بيبقى في 5 قدام وواحد ورا هو اللي بيبقى واقف بيعمل عمليه السكريننج المعينه، الكره هتيجي من اليمين ولا الشمال عشان يبدا يعمل تغطيه عليهم. فانت هنا مفتاح الفوز المساحات اللي ما بين الخطوط، اللي هي اللي ما بين المساك والباك هنا وهنا، هنا انت محتاج التمانيتين بتوعك هم مفتاح الفوز بتاعك. التمانيتين اللي هم مين؟ امام عاشور مثلا وعمرو السوليه، امام عاشور مثلا واليو ديانج، الاثنين دول مهم جدا، او قفشه، الاثنين دول مهم جدا ان هم يستغلوا انصاف المساحات، مع ان انا محمد عبد المنعم والشناوي ان الكره لما تروح للشناوي فانا بعمل لهم اثاره
للضغط، تعال اضغط، واحد يجي مع بنزيمة، ابقى انا بفضي مساحه في وسط الملعب. هي الخوف، الخوف الوحيد في الحاله ديت انك تسلم واحد تحت ضغط والكره تتقطع وهم يكونوا قريبين جدا من ال 18. انت لازم يبقى متاكد من ما فيهاش ريسك، حتى لو انت هتطلع الكره طويله وتطلع الفرقه ما فيش مشكله، لكن هتدي مثلا مروان بيستلم وكانتي عنده ضغط عليه مثلاً، تولت منه واتقطعت منه، هي الخطوره هتبقى في الجزئيه دي. لكن انت فعلا لو طلعت بالكره صح ورا الظاهرين او حتى في نص الملعب على الاقل هتبقى بعيد عن الخطر عن مرماك. صح، حضرتك بتتكلم على الكره الثانيه تحديدا. الكره الثانيه طبعا طبعا، ان انا حتى لو انا عملت تمرير طولي فانا دور مهم للاعيبه الارتكاز ان انا استعيد الكره الثانيه. بالظبط، ان انا ابقى صاحي الكانتي وصاحي الفابينيو وصاحي الثالث بتاعهم فيصل الغامدي. ده حقيقي. نكمل برضو ده، نجيب بقى الحالات ده هنا برضو. يعني انت بتتكلم في منظومه الضغط يا كريم، هنا الحاجه الثانيه عندهم الظاهرين، الظاهرين برضو ممتازين على المستوى الهجومي في العرضيات تحديدا. الباك ليفت ده عمل مباراه حلوه قوي امبارح، زكريا الهساوي الباك ليفت هو الجون الاول اصلا جاي منه لما راح انطلق وعمل الكره بالعرض، فجيرو مارينيو اللي هو واقف على الخط اتلعبت له بالعرض، هنلاقي ان الباك الشمال ده بيتقدم كتير قوي. فانت النهارده الجناح اللي موجود لازم يرجع بشكل، بيرسي تاو مثلا لازم يرجع مع الظهير الايمن بشكل كويس، عشان دي مباراه عوده الجناحين، الارتداد الدفاعي بتاع الجناحين مهم جدا، لان احنا بنشوف ان الباكين بيطيروا بيفتحوا الملعب عشان انا اقدر اقطع الكوره واضربهم في ظهرهم. بص كمل، هات اللي بعدها، راحت لبنزيه، راحت لرومارينيو، رومارينيو قدر ان هو يسجل منها هدف. واحده ثانيه برده بتاكد اللعبه اللي بعدها برده، هنا الباك ليفت اللي هو زكريا هساوي بيعمل بالعرض لمين؟ لبنزيما. طبعا تحركات بنزيما هيبقى مهم جدا الاثنين المساكين عبد المنعم او ياسر او رامي ربيعه، ان هم يخلوا بالهم من تحركات بنزيما خاصه في استقبال العرضيات من الباكين. كمل، هنا بنزيما قدر ان هو كان ممكن يسجل منها جون برده من نفس كره الهدف، بس احنا بدي بتتكلم في الدقيقه 14 والدقيقه كام؟ 27. هات اللي بعدها برده زي ما اتكلمنا على الظهير الايسر، يبقى انت عندك مين؟ الظهير الايمن اهو. برده هنا مهند الشنقيطي عمل ماتش كويس، وانا بتكلم ان الجبهه اليمين دي خطر شويه ناحيه معلول، في المساحه اللي في ظهر معلول بيروح فيها كانتي، بيروح فيها مهند الشنقيطي، بيلعب فيها رومارينيو، بيحمل معاهم كمان بنزيما، بيعملوا تحميل عددي في الجنب ده، بيبقى فيه اربع لعيبه. فلازم نخلي بالنا برضو ان الظاهرين دايما فاتحين الملعب بيطيروا، فمهم جدا زي ما قلنا عوده بيرسيتا وعوده حسين الشحات في الجنب ده، او عوده اي حد بيلعب يعني كجناح شمال، مهم جدا ان هو يرجع يساند علي معلول او كريم الدبيس في الباك ليفت. طيب تعالى نروح يا كابتن اسلام. يا كابتن هاني، ليه الارقام من مباراه اوكلاند الثاني؟ انا بكرر نفس الجمله، مباراه اوكلاند ليست مقياس لاي شيء، من طبيعي جدا مباراه اوكلاند اتحاد جده هيعمل ضغط عالي، لان اوكلاند ما عندهمش مهاره الخروج بالكوره، وسهل جدا ان انت تستخلص الكوره منهم من بدايه الملعب. واطلع في الاعتبار نقطه مهمه بس عايز اقولها على التشكيل، ان الطريقه اصلا الطبيعيه لمارسيل جاياردو من ايام ما كان في ريفر بليت ان هو بيلعب بثلاثه مدافعين، وبالفعل هو في بدايته مع اتحاد جده لعب بثلاثه. ايه الازمه اللي حصلت له؟ هي اصابه المدافع الايطالي فيليبي لويز. خلي بالك هو اقرب ان هو بينزل فابينيو ما بين حجازي وما بين ده لو معهوش ثالث في الدفاع مثلا مباراه ضمك. هو عمل كده في اوكلاند حتى يعني انا بشوف ان كنت بشوف عشان دايما يطير الباكين، عشان يطير الباكين. هو بيحب يلعب بثلاثه يعني، هو جاياردو من ايام ريفر بليت بيحب يلعب بثلاثه في المدافع. لا وكنت بشوف ان حجازي رايح ناحيه اليمين كتير. صحيح، وده بيفقده جزء. صحيح. من صحيح اصابه فيليبي لويز، لويز فيليبي الايطالي طبعا شفناها الاخيره الشد العضلي اللي جاله في الفجاه في الهجمه المرتده لضمك اللي جابوا منها الهدف الاول وحصل عليها مشكله. هي اللي خلت مارسيلو جاياردو يلجا لاربعه، هو مجبر عليها لان هو ما يقدرش يخاطر، ما عندوش مدافع ثالث. المدافع الثالث اللي عندهم شاب، هو استدعاه حتى غير في القايمه واضاف لاعب شاب من فريق 20 سنه، وبالتالي استحاله ان هو يخاطر بيه قدام الاهلي. بس لما نستعرض الارقام، عايزين نستعرض الارقام بتاعه مباراه اوكلاند ونبدا نحلل فعلا اسلوب اداء نادي اتحاد جده مع جاياردو. هنتكلم على فريق بيعمل محاولات على المرمى في ماتش ده في الشوط الاول بس، في الشوط الاول بس عامل 20 محاوله من 27 التوتال اللي قدامنا، اون تارجت منهم 11، اوكلاند صفر. عشان كده انا باكد تاني ان الارقام في المباراه دي هي ليست مقياس لقوه اتحاد جده. اتحاد جده بكل امانه فريق فوق له اسماء كبيره، لكن عمره مثلا ما هينافس على الدوري السعودي، لانه فريق مش قوي تكتيكيا بسبب حاجات كتيره، منها مثلا ارتفاع العمر السني عند الفريق. احنا بنتكلم 9 لعيبه من 11 اللي احنا هنلعبهم يوم الجمعه فوق ال 30 سنه، اثنين بس هم اللي او ثلاثه بس هم اللي تحت 25 سنه، الاثنين الفول باكس
واللاعب رقم اللي بيلعب مركز 8 جنب كده بدأ تغييراته بدري جدا في مباراه اوكلاند. طبعا ان هو اللعيبه ما تقدرش تستحمل الضغط. لا ودي نقطه مهمه بقى تعرفنا احنا ان مثلا الرقم اللي جاي ده يا كابتن اسلام مهم قوي، ان الفريق بيوزع هجماته على الثلاث ناحيات الشمال والعمق والجانب الايمن، بنتكلم في 11 14 8 ارقام متقاربه يا كابتن. هاي ده معناه ايه؟ ان في تنوع، هو بيركز على جبهه. وما احنا في الكره المصريه نيجي نقول ايه ده النهارده الاهلي او الزمالك او بيراميدز او الاسماعيلي مركز في هجومه على الجبهه، انت بتحس ان الملعب مايل ناحيه اليمين او الشمال. لا هم ما عندهمش الكلام ده، هم بيقسموا دايما مره يمين مره عمق مره شمال. نكمل الصور اللي معانا ونروح بقى لنقطه مهمه وهي نقطه التمرير. فريق النهارده من الفرق اللي بتحب الاستحواذ، وهي دي نقطه هثبت بيها نقطه ثابت قلب ان اتحاد جده هيبقى مجبر انه يلعب ضغط عالي من بدايه الماتش يا كابتن اسلام. ليه بقى؟ كبرياء الفريق، الكبرياء، الاسماء اللي موجوده في الفريق ده، القيمه التسويقيه اللي بتخلي الفريق يصل ل 110 مليون يورو، استحاله يلعب زون ديفنس قدام فريق اقل، مستحيل. هو مجبر ان هو يلعب بضغط عالي، واحد حفاظا على كبريائه، اتنين تمثيلا طيب للاسماء الموجوده. لكن طب ده في مصلحتنا يعني؟ اه طبعا جدا، يعني ممكن جدا. هنا نقطه مهمه، السؤال هنا اللي احنا بنساله، النادي الاهلي بكل امان قدام الاسماء دي ليس هو الفريق الاوفر حظا، يعني الفريق الفيفوريت، هو مش فيفوريت، الاهلي مش فيفوريت. اتحاد جده لما يجي نقول كنسب بالاسماء دي هو اعلى، لكن النادي الاهلي يقدر لو جر نادي اتحاد جده انه يلعب كوره كتير هنا يتعبه. ودي الكلمه اللي قالها كونرادو في المؤتمر الصحفي، قال ايه؟ قال من مشاهدتنا للنادي الاهلي هم بيجروا كتير في الملعب، ده معناه ان هم بيحبوا. انا مش عايز اجري، انا مش عايز اجري بالظبط، انا مش جاي اجري هنا بصراحه بكل امانه. الولد في بلد معينه وولد في بلد معينه. بنتكلم يا كابتن اسلام 31 سنه، رومارينيو 31 سنه، 33 رومارينيو 33 سنه، بنزيما 35 سنه، كانتي 32 سنه، فابينيو 33 سنه. اللعيبه دي مع كامل احترامي طبعا للاسماء، لكن بدنيا ممكن ده كريم يبقى برضو من ضمن خطط كولر انك تجري وتبقى الريتم اسرع لفترات طويله من المباراه، على اساس ممكن اخر ربع ساعه الجزء البدني يقل ويبقى عندك فرص اكتر للتسديد. ممكن تبني الخطه بتاعتك على شقين، ان انا الشوط الاول مثلا هفكر كده الناس تعمل فلاش باك بماتش الصفاقسي، كان مستر مانويل جوزيه وهو بيشرح الماتش ده على وجه التحديد قال انا كنت مقسم الماتش ثلاث اقسام، اول 40 دقيقه وكان ساعتها بعد الدقيقه 40 اول ما تيجي هنزل عماد متعب، بحيث ان انا انزله في نهايه الشوط الاول وفي الشوط الثاني هقلب الخطه ل 4 4 2 بعد رغم ان احنا كنا بنلعب بثلاثه في الشوط الاول، وانا عايز اكسب في الشوط الثاني لان المعدل البدني للصفاقسي أيه. كان بينزل في الشوط الثاني. فالنهارده كولر ممكن ما يستعجلش المكسب، ودي نقطه لجمهور الاهلي في ماتش زي ده، التكتيك هو اللي هيفيد الفريق اكتر من المهارات. دول لعيبه بكل امانه عندهم خبرات احسن مننا بكتير، لعبوا على مستويات اعلى مننا بكتير، واحنا ما عندناش قدراتهم البدنيه الفرديه، ولكن احنا في الصوره اللي جابها ثابت في المعدل العمري يخلينا احنا كانديورنس او كتحمل للمباراه نلعب على دي نكمل للنهايه. كابتن هاني عشان بس قدامنا خمس دقائق بالظبط، فعايزين ناخد اهم الامور علشان نقدر يعني تمام نقاط الضعف. بعض نقاط الضعف كده في فرقه اتحاد جده لو نكمل بس بقيه الحالات هنلاقي زي يعني بنشوف هات الحاله اللي بعدها على طول نكمل الصوره اللي بعدها اللي هي نبدا بقى نقاط الضعف. ايوه اول حاجه في نقاط الضعف عندهم الارتداد الدفاعي، الارتداد الدفاعي من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه لا عندهم مشاكل فيها، يعني اي ضربه ركنيه لصالحهم تقدر ان انت من خلالهم تبني عليها. يعني بص حضرتك واحد اثنين ثلاثه هنا حوالي سبع لعيبه من اتحاد جده وفي بنزيما كمان ثمان لعيبه واقفين قدام، ولسه الكوره ده الجون اللي جابه نادي ضمك فيهم من مرتده، عندهم الارتداد بتاعهم ضعيف قوي في من الدفاع للهجوم. فانت لو انت المدافع تصفيها وتصفي بس كانوا كام؟ كمل الصوره كده اللي بعدها، بص كام واحد يا كريم؟ ثلاثة قدر ان هو اتصاب بس هو رقصه وراح روغه يعني وراح على الجون كمل. بص هنا الكوره جت من خلال مرتده، الجون فيهم جه فيهم شوف منين لمنين. فانت النهارده لما انت تعمل دفاع بشكل منظم والجناحين بتوعك يرجعوا بشكل كويس وتقدر تعمل مرتده في المساحات اللي ورا الظهيرين اللي هو الباك اليمين والباك الشمال، تستغل سرعات بيرسي تاو في الحته دي وسرعات حسين الشحات او سرعات اي حد موجود في الحته دي تقدر ان انت تستغلها. الحاجه الثانيه لنقطه الضعف برضو الظاهرين بتوعهم التمركز في الكرات العرضيه مش حلو،
يعني تحس ان لا في التغطيه العكسيه فيه، رغم ان هم على المستوى الهجومي كويس لكن على المستوى الدفاعي في مشاكل. لا وكمان فريق ضمك مش من فرق المقدمه في السعوديه، مش بنتكلمش طيب. على الهلال هنا الصوره دي مهمه قوي، الصوره دي بتبين لك طيب. المساحات، بص يا كابتن اسلام، بص يا كابتن هاني، المساحات اللي ورا الظاهرين عندهم عامله ازاي، وبص المساحه اللي في العمق اللي اتكلمنا عليها، نقطه الضعف ان انت لو قدرت ان انت تقطع الكره منهم وتعمل مرتده في ظهرهم سواء في ورا الظاهرين اهي، بص المساحه، بص الاثنين يعني ده واقف فاضي لابس احمر في الفرقه الثانيه، واللابس احمر على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال واقف فاضي خالص، فانت الظاهرين بتوعك او الجناحين لو قدروا يستغلوا الحته دي طيب. مع التسديدات من بره ال 18 تقدر ان انت تسجل منه. اخر حاجه التشكيل من وجهه نظرك، تشكيل من وجهه نظرك نروح للتشكيل في وجهه نظري، يعني مش تشكيل الفريقين يعني لو عندكم وانا حضرنا طيب. الاهلي لو الحاجه الاخيره هنتكلم، احنا ما اتكلمناش على الاهلي خالص، بس نقول التشكيل متوقع لو معانا في حراسه المرمى اكيد طبعا لا خلاف على محمد الشناوي، وفي حراسه المرمى في الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، طبعا لا خلاف على علي معلول في الجبهه اليسرى ومحمد هاني في الجبهه اليمنى، في خط الوسط طبعا لا خلاف برضه في وجهه نظري على الثلاثي اليو ديانج ومروان عطيه وامام عاشور، طبعا انا في وجهه نظري يعني اليو ديانج هو اللي يتاخر ومروان وامام هم اللي يكملوا عشان ناخد الورك ريت العالي، والثلاثي الامامي ربما يبقى في بعض الكلام شويه على طاهر محمد طاهر في حته ايه؟ الشق الدفاعي، ان انت محتاج النهارده جزء دفاعي في مواجهه هيلعب فين؟ على حساب مين؟ على حساب مين؟ هي دي بقى النقطه. في كذا سيناريو. السيناريو الاقرب في وجهه نظري ان كهربا راس حربه، حسين الشحات بيرسي تاو، بس برضو من تحليلنا ممكن نشوف ممكن بيرسي تاو يلعب فولس ناين واحط طاهر محمد طاهر على طرف واحط حسين الشحات على طرف، وهنا استغل النقطة الارتداد البطيء اللي عندهم كهربا يعني أنا على حساب كهربا يعني واخلي كهربا ورقه معايا يعني احطها في تاكتيك الشوط الثاني، ان ممكن في وجهه نظري الفوز ان شاء الله يتاخر شويه اعتمادا ان اكيد فريق اتحاد جده زي ما كابتن اسلام قال من الفرق اللي بتلوز الجهد بتاعها بسرعه وبيعملوا تغييرات كتيره، وكابتن اسلام التغييرات الكتيره لاتحاد جده في الشوط الثاني دايما بتخلي ادائهم في الشوط الاول أقل. شكله احلى صح من الشوط الثاني، ما بيستحملش ده. التشكيل يعني 4 3 3 برضه نفس طريقه لعب كولر، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم. انا شايف ان اكرم توفيق في الجنب اليمين مهم جدا عشان الجانب الدفاعي بتاعه بيلعب عليه كورنادو، والباك الليفت بتاعهم زكريا هساوي جابها قويه، فانا بشوف ان اكرم مجهود الدفاعي افضل في الحته دي. ناحيه الشمال علي معلول، الثلاثه اللي في النص مروان عطيه، اليو ديانج، التالت امام عاشور، وممكن يكون في دور للسوليه لان التمانيتين مهمين قوي، السوليه بخبراته وشخصيته ممكن يظهر في ماتش زي ده، يعني امام عاشور، ديانج، مروان عطيه، وممكن تحط معاهم السوليه برده مكان واحد فيهم، التلاته اللي قدام بيرسي توح الشحات كهربا. نقطه بس نقطه عايز اقولها على دكه بدلاء اتحاد جده عشان برده نبقى يعني جبنا كل نقاط الضعف، وهي نقطه قوه انا بشوف وجهه نظري، عندهم ولد صغير في السن اسمه مروان الصحافي، مروان عنده 19 سنه، عنده رقم ما اعرفش لو ممكن يجيب الصوره دي، عنده رقم غريب جدا جدا في مباراه اوكلاند، الولد نزل في الدقيقه 81 يعني ببساطه لعب حوالي 12 دقيقه ماكسيمم، يعني الولد السبرنتات بتاعته بتصل سرعتها ل 8.9 سرعته يا نهار ابيض، ولد سريع للغايه، ولد طبعا في السعي، ولد سريع للغايه، ولد مهاري جدا، ولد من الاوراق الممتازه في اتحاد، هو صغير في السن وطبعا مختلف معدل العمر هنا مختلف عن الفريق اللي بيبدا، ودايما هو بيلعبه في نهايه المباريات، فعايزين ناخد بالنا برده منه، واتمنى نكون بالظبط كده نبقى واخدين بالنا منه، في ده هينزل في شوط تاني على حسب طبعا سير المباراه، لكن هو واحد من الاوراق المهمه اللي بيعتمد عليها جاياردو، وضعا في الاعتبار طبعا ان كونرادو ورومارينيو غصب عنهم الاداء البدني بتاعهم والجسدي بينتهي تقريبا بعد 65 دقيقه او 70، لو احنا كمان سرعنا الاداء هنخلي بدل ما الجهد يخلص في ال 70 يبقى في الستينات، في 60 او في ال 50. اذا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، وكالعاده نقاط عايزين نوصل بقى للكبير للكبير عايزين نوصل للكبير نشوف الارقام دي هتبقى معانا عايزين نتكلم على هالاند، هل يواجه الاهلي ام لا؟ وهالاند نازل تمرين، انا سمعت انه نازل تمرين بكره، صعب صعب بس هو صعب صعب صعب.